من لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف، أهلا بك مرة أخرى. يعني ننتظر ربما هذه الكلمة المتوقعة لرئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك. ما هي الأجواء لديك وما الذي يتردد حول اسم ريشي سوناك حاليا في هذا الموقع الكبير؟ ما زلنا بالتأكيد بانتظار هذه الكلمة التي ربما تأخرت قليلا، يعني كان يفترض أن يوجه كلمة في أولى لحظات انتخابه زعيما للحزب، ولكن ربما هو يجهز بعضا من النقاط الرئيسية التي ستكون منهاجا لعمله خلال المرحلة المقبلة، أو ربما يقرر تأجيل الكلمة بالكامل لوقت تال بعد أن يتولى بالفعل منصب رئيس الوزراء بتكليف من الملك تشارلز. لكن بالتأكيد الأجواء فيها الكثير من التفاؤل في هذه المرحلة. أولا ريشي سوناك، يعني مساحة التأييد له داخل حزب المحافظين كانت كبيرة للغاية وتتزايد باستمرار بعد انسحاب بيني موردن. صحيح أنها انسحبت في اللحظة الأخيرة بعد عجزها عن تأمين النصاب الكافي للترشح، ولكن أيضا بالتأكيد كثيرون ممن أيدوا بوريس جونسون وكانوا يحاولون دفعه للترشح بعد انسحاب بوريس جونسون اتجه هؤلاء إلى تأييد ريشي سوناك. كذلك بالتأكيد هناك الكثيرين ممن يؤيدون بيني موردن سينضمون لريشي سوناك، مما يعني أن حالة الانقسام داخل الحزب ربما تقل قليلا خلال المرحلة المقبلة، مما يدفع باتجاه المهمة الأصعب والأكثر أهمية في المرحلة المقبلة، وهي مهمة إصلاح الأحوال الاقتصادية المتردية، والتي ستكون ربما عنوانا لكلمة لوزير المالية الجديد. لا ندري إذا ما كان جيريمي هانت سيظل وزيرا للمالية بالنقاط الرئيسية التي أعلن عنها في مرحلة سابقة، وهي بالمناسبة تتفق كثيرا مع منهج ريشي سوناك الانتخابي، وكانت هذه هي المفارقة التي دفعت لستراس للاستقالة. يعني كيف ستكون خطة ريشي سوناك المقبلة للنهوض بالاقتصاد ومعالجة التدهور في قيمة الجنيه الاسترليني والتدهور في الأسواق؟ الأسواق استجابت بالفعل وحققت مكاسب كبيرة صباح هذا اليوم، وعزز الجنيه الاسترليني مكاسبه أيضا بعد أنباء انسحاب بوريس جونسون وأيضا تعاظم فرص ريشي سوناك. وبالتأكيد يوم غد عندما تفتح بورصة لندن أبوابها سيكون هناك كلمة للأسواق، المزيد صحيح من المكاسب والمزيد من الثقة لدى المستثمرين. صحيح، في اختيار ريشي سوناك. نعم. ولكن يعني اطلعنا أكثر عن خلفية الرجل، من هو ريشي سوناك؟ يعني كنا نعلم أنه كان الرجل الثاني في وزارة المالية مع ساجد جافيد وقت بوريس جونسون لما كان رئيسا للحكومة، هو كان أيضا مؤيد لبوريس جونسون وقتها. ما هي الخلفية الخاصة بريشي سوناك التي ستؤهله لهذا المنصب؟ ربما تكون الملحوظة الأكثر أهمية ريشي سوناك أنه سيكون أول رئيس لوزراء بريطانيا لم يولد في بريطانيا. هو ابن لمهاجرة هندية جاءت إلى هنا مع أبنائها، تعلم في المدارس البريطانية ودخل مجال المال والأعمال ودخل البرلمان عام 2015 فقط. إذن فهو لم يكمل حتى ثمانية أعوام في معترك السياسة، ولكنه أثبت نجاحا كبيرا عندما كان وزيرا للمالية في عهد بوريس جونسون وفي فترة من أصعب الفترات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وهي فترة تفشي فيروس كورونا والإغلاق الناجم عنه. كان عرابا للفورلو أو تعويض العاملين الذين اضطروا لترك أعمالهم بسبب الإغلاق وتبعات كورونا. كان له الكثير من الخطط الناجعة التي تسببت في إنقاذ الاقتصاد البريطاني من أي تدهور خلال تفشي كوفيد. كان لديه أيضا خطة جيدة للغاية في التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع فواتير الطاقة والكهرباء وغير ذلك. لكن عندما حدثت الفضيحة المرتبطة بتستر بوريس جونسون على تحرش جنسي لأحد وزرائه وأحد مستشاريه، كان هو أول من استقال، وكان صاحب تأثير الدومينو الذي أدى بعد ذلك لاستقالة 57 وزيرا في حكومة بوريس جونسون، وانتهى الأمر باستقالة بوريس جونسون من زعامة الحزب. دخل ريشي سوناك في منافسة مع ليز تراس أمام أعضاء الحزب، ولكنه خسر أمامه بفارق كبير للغاية. ولكن يعني المفارقة
أن خطة ليستراس كانت تقوم على الاقتراض وتقديم تخفيض الضرائب بشكل كبير، لكن هو كان يتحدث عن تقشف وعن رفع للضرائب في كثير من الأحيان. عندما طبقت ليستراس خطتها انهارت الأسواق، أو كانت الأسواق على وشك الانهيار، فاضطرت لتطبيق خطة ريشي سوناك منافسها. بالطبع كان ذلك يعني إهانة كبيرة لها، اضطرت بعدها للاستقالة لتفسح المجال أمام هذا الرجل ليكون رئيسا لوزراء بريطانيا. شكرا جزيلا أشرف على المتابعة، طبعا سنبقى على اتصال معك على مدار الساعة لمتابعة كل التطورات، وأيضا طبعا كلمة الكلمة المرتقبة لريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني المعين حديثا. شكرا جزيلا أشرف سعد مراسلنا من لندن.